السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ احد الاعضاء طالب شولاقي وزوري، والكثير عم يطلبوهم صراحه، وانا بعتذر منكم ما عندي قاعات زوري وشولاقي على هذا الجهاز، وعم بتعلمه يعني، بس لسه قله فضا يعني من الشغل وهيك ما عم بفضى انزل ايقاعات، فان شاء الله بكره وبعد بكره بنزل عليه الايقاعات. بس راح اعطيكم الشيء اللي انا هيك بيجي على بالي، بس اسمع بالشولاقي والزوري. شولاقي مثلا المرهدن تخطر على بالي، هاي حافظها يعني، انا ما كثير سميع شعبي. المرهدن في مقطع ثاني هلا بس اسف، وانتم بتعرفوا الاغنيه هي شيء مثل يا بردي، يعني شيء مثل فيها ابو ردين عيني يا بردين هيك شيء يعني، بس مش حافظ الاغنيه صراحه، بس المقاطع كلها بتشبه بعضها بتشولاقي. واول ما بنسمع بتشولاقي بنسمع هاي اللازمه، طبعا عفوا انا ما قلت لكم، يمكن شرق بس السين بياتلا. أنا بس اسمع بصير تشولاقي وزوري بسمع هاي الشغلة. ترجع في لازمة صغيرة. هاي اي حدا بيشغل زوري او شولاقي كان بالسياره او بالبيت بسمع هاي المقدمه انا باغلب الاغاني يعني. نيجي على المرهدان، سهله من هون لهون، من اللا للري وبنرجع. والمرهدن كلها نفس الكلام، نفس الكلام ونفس العزف، نفس الشيء يعني ما بيختلف. الأغنية كلها هالمقطعين. هو شوف على بيات الصور بتطلع أحلى. عملت ترانسبوز ناقص اثنين مشان من اللا ترانسبوز بنعد واحد اثنين صنع الصول، ما بنعد اللا، نحن من اللا بننقص الصول، بنعد المفاتيح اللي بعد اللا واحد اثنين. بدنا نعمل بيات الترانسبوز نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بصير زائد خمسة هيك زائد ولهونيك ناقص، هذا بدنا نعمله درس خصوصي. المهم بيجي المقطع الثاني، أنا قلت لكم يعني حافظ كلحن بس مش حافظ الأغنية. شفتوا نفس المرهدن بس بيختلف عنه، هون هذا مفتاح صرنا ننطه لنعزف اللي بعده. خلينا نرجع ترانسبوز مشان ما تضيعوا فيه. هذا كل شيء انا حافظه صراحه حتى الان يعني من الشولاقي، بس عم حاول اسمع يعني، بتعرفوا انتوا الواحد اللي ما له كيف بشغله شوي صعب عليه يعني، بس عم بسمعهم مشانكم يعني، عم حاول اسمع الزوري. الزوري بده شغل، حتى الشولاقي هاي اللي عزفناها انا اعطيتكم مفاتيح اساسيه، بدكم تلعبوا بالاصابع، الشعبي بدون اللعب بالاصابع مستحيل يزبط يعني، دائما بده يكون مفتاح اللا عم تكبسوه مع كل النغمات، دائما في لعب بالشعبي
لسه ما وصلت للمرحله هاي صراحه يعني، بس نوصلها سوا ان شاء الله. عم نتقدم مع بعضنا شوي شوي. هذا كل الحكي بحكيه انا مشان اصحاب الانتقادات، كل فيديو بحكي نفس الشيء، انا زلمه مبتدئ بس عم حاول افيدكم. في ناس تطلب اغاني يعني اكيد مو لاقينها باليوتيوب لحتى تطلبوها مني، يعني مستحيل يكون لاقين شيء استاذ كبير معلم هاي الاغنيه وبيجي لي مثلا يا مصطفى علمني اياها، مستحيل يعني، هذا اخر شيء انا بتوقعه، عرفتوا ليش؟ فانا بحاول انزل شيء قد ما فيني، وبتمنى وبحلم انه المحترفين ينزلوا لنا شيء بطيء وباصبع واحد للشعبي او حتى للطربي، حتى انا بتعلم، انا اول واحد بتعلم منهم يعني. شكرا لكم شباب.